الحمد لله رب العالمين، له الحمد سبحانه في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع أصحاب النبي وعن تابعيهم إلى يوم الدين، واحشرنا في زمرتهم بكرمك يا أكرم الأكرمين. أيها الأحبة، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، لن أتكلم اليوم فيما ينتظر حضراتكم أن أتكلم فيه، لن أتكلم عما جرى في التحقيقات القضائية احتراما للقضاء المصري واحتراما لسير التحقيقات، وليس هناك أحد فوق القانون، وعلى